Hello and welcome to part 2 of paragraph writing lesson. Please, if you haven't seen the previous lesson, go back and see it because it's very, very important. السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم إلى الدرس الثاني حول كتابة paragraph أو فقرة باللغة الإنجليزية. الحصة اللي فاتت قلنا هضرنا بشكل نظري على مكونات الباراغراف، تعريف الباراغراف اولا، المكونات ديالها، الطول ديالها الى اخره. اليوم غادي يكون عندنا درس تطبيقي، بمعنى شنو المفروض يكون في الباراغراف اذا تطلب مني في الامتحان او في كويز او بغيت نعرف كيفاش نكتب باراغراف، شنو المفروض يكون فيها. شوفوا معايا هاد ثلاثه المكونات: topic sentence, supporting ideas and concluding sentence. Okay, so if you remember, هذاك المرة قلت لكم دائما فكروا كونسيبت اليد ديالي هي الباراجراف. Number one, this is the topic sentence, المكونات ديالها topic sentence هي هذه. وآخر ما ختمنا به الدرس اللي فات هو topic sentence، وهي أهم عنصر عندنا في الباراجراف. Okay, والtopic sentence كتكون مختزلة الباراجراف، بمعنى أنا كنقرا topic sentence كنعرف أو كننتظر الكاتب أو يعني اللي كتب ديك الباراجراف علاش غادي يهضر. شوفوا مثلا هذه: girls in rural areas drop out of school for many reasons. شكون هما الكلمات المفاتيح اللي كاينين في هذا topic sentence؟ keywords كتعني الكلمات المفاتيح. Girls, أول حاجة, we're talking about girls, كان هضر على فتيات, not boys. Second, in rural areas, في المناطق القروية, بمعنى ماشي في المناطق الحضرية. بل هم drop out of school, بمعنى كيغادروا المدرسة أو كينقطعوا عن الدراسة. And remember, dropping out of school is الهجر أو الهدر المدرسي. What else? We have for many reasons, لأسباب عدة. إذن القارئ يقرأ هذا topic sentence كينتظر مني نهضر على هذا الكيبورد، هذه الكلمات المفاتيح اللي عندنا هنايا. Okay, so first of all, talking about girls in rural areas, then home, they drop out of school for many reasons. إذن نشوفوا أول supporting idea. Supporting ideas هما الأفكار الأساسية، الأفكار الجزئية اللي كيحللوا لنا هذه الفكرة العامة اللي هي topic sentence. So first reason، السبب الأول: poverty هي الفقر، and the adjective is poor، فقير. Okay, poverty forces parents to draw to stop their daughters from going to school. نشوفوا هاد الفكرة الجزئية الأولى واش كتخدم لنا هاد topic sentence، واش يعني كتجاوبنا على أشياء كاينة في topic sentence. نشوفوا number one poverty، إذا هذا هو السبب الأول الفقر. مالو forces يعني يغلب اش parents الآباء to stop their daughters هي البنات، يعني كاين son هو الابن and daughter هي البنت والابنة. يعني الفقر يرغم بعض الاباء to stop their daughters، يعني انك باش يوقفوا البنات ديالهم from going to school، من الذهاب الى المدرسه. الى شفنا هذا topic sentence شنو هذا كنقولوا اه يس، هاد supporting idea كتجاوبنا على شيء من هاد topic sentence اللي هي السبب الاول من الأسباب اللي كتخلي البنات كينقطعوا على الهدر المدرسي. Second, some girls, so this is supporting idea number two, some girls leave school due to gender discrimination. بعض الفتيات leave يغادرنا school due to ما بسبب، تعني بسبب. بسبب كاش؟ gender discrimination. إلى عقدتوا هذه، إلى عقدتوا في الدرس ديال collocations، واللي ما شافوش بالمناسبة يرجع يشوفوا، لأن من أهم الدروس اللي عندنا أيضا collocations. gender discrimination هو الميز بين الجنسين، حيث كنفضلوا مثلا الذكور على الإناث أو العكس. أوكي، إذا هنا كنفهموا أن بعض الفتيات أيضا كيغادروا المدرسة بسبب gender discrimination، بمعنى
الميز بين بين الجنسين، بمعنى بعض الاباء الا كان عنده القدره باش يقري فقط مثلا النسب ديال الابناء ديالو، كيقول لك انا غنقري الدراري والبنات اللي ما نقريهمش مثلا، او العكس. اوكي، سو ذيس از نمبر 2. نمبر 3 سبورتين ايديا نمبر 3، الفكره الجزئيه رقم 3 ديستانس. ديستانس كنقصدوا بها المسافه، وهنا كنقصدوا بها البعد، المدارس من البيت او نقاط السكن ديال الفتيات. So distance from school يعني المسافة بين المدرسة can cause many girls to drop out of school، يعني قد تسبب لبعض الفتيات انهم يتوقفوا عن الدراسة، وهذا فعلا واقع. بعض الفتيات كيقرا مثلا حتى الابتدائي وما كيكونش عندهم كوليج في ذاك المكان فين تيقرا، الوغ كيضطروا يمشيو لمكان بعيد باش يقراو، وبالتالي ما كتكونش القدره عند الاباء وتيوقفوا عن الدراسه، او نفس الشيء كيوقع لهم الى مشحول الاعدادي والليسي. اوكي، اذا عندنا سبورتين توبيك سنتنس سبيسيفيك سبورت، اش كيخصنا الجزء المهم الثالث اللي هو كونكلودين سنتنس. وهنا الله يعطيكم رضا، راه كاين اللي كيكتب topic sentence كيعطينا specific supports، ولكن ما كيديرش concluding sentence وكتبقى ديك الباراجراف ناقصها شي حاجه، وبالتالي ضروري منها concluding sentence اللي هي الجمله الخاتمه للباراجراف، وما كنزيد والو. يعني هذاك الشيء اللي تلقى في concluding sentence خصو يكون هو نفسه نفسه اللي كاين topic sentence but just stated differently، كيتقول بطريقه مختلفه. رانا نقراو هذه ونشوفوا واش عندها علاقه مع topic sentence. The four mentioned factors. So factors هما عوامل، يعني هاد العوامل اللي ديجا ذكرناهم اللي هما هادو. ما هما؟ remain كيبقاو، the main causes الأسباب الرئيسة why girls from the countryside leave school، علاش البنات من the countryside هنا كتعني الريف، وبالتالي كنقول مازال كنهضرو على rural areas leave school يعني كيغادرو المدرسة. اوكي، سو هذا الى بغيتو تشدو الشيما ديال الباراغراف ديالنا، ها هما المكونات، ولكن واش كافي؟ واش هنا نقدروا نقولوا عندنا هذه باراغراف؟ لا، هذه ماشي باراغراف، لان مازال شي اشياء اللي خصها تكمل. مثلا نقدروا نفصلوا في هذا الكوزيس، مثلا نقدروا نقولوا نفصلوا فيهم، يعطينا وي كان جيف اكزامبلز، نقدروا نعطي امثله، نقدروا نشرحوا. وهذا الشيء اللي غادي نشوفه في السكند بارت اوف ذا باراجراف اوف ذا اور لاسن، في الجزء الثاني ديال الدرس ديالنا، اللي غادي نشوفه ان شاء الله بعد حين. اوكي، now because it's very long to write a paragraph in the book, I'm going to read the paragraph for you and it's going to be to appear in your screen. بما انها الباراجراف طويله وصعب انك تقرا كامله في التابلو، انا غادي نقرا لكم الباراجراف وغنظهر عندكم في الشاشه، وغادي نشوفوا هذوك المكونات اللي شفناهم قبل قليل، غادي تشوفوهم عندكم في الشاشه وتلاحظوا كيفاش كتبنا الباراجراف انطلاقا من هذوك المكونات اللي هما topic sentence specific support and concluding sentence. okay so you follow. Girls in rural areas drop out of school for many reasons. First, poverty forces many parents to stop their daughters from going to school because they cannot afford to buy them school supplies. Also, many girls leave school because they have to work at an early age in order to support their families financially. Second, some girls are deprived of their right of education due to gender discrimination. For instance, some parents believe that only boys should go to school while girls should stay at home and help in the housework and get ready for marriage. Third, distance from school can cause many girls to drop out of school. Many girls in rural areas who reach middle school or high school cannot pursue their studies because the nearest school to their homes is more than 100 kilometers away. So
they find themselves obliged to drop out of school. To sum up, the aforementioned factors are the main reasons why girls from the countryside leave school. Okay? إلا لاحظتوا أن هذاك الشيء اللي هضرنا عليه في الفقرة اللي فاتت كله كاين في هذا الباراجراف. هنا فيها topic sentence, فيها specific support, وكل specific support حاولنا نشرحوها أو نوضحوها أكثر, وفيها أخيرا the concluding sentence. Okay? ولكن إلا لاحظتوا أيضا we have some words, we used some words which helped us to create some kind of cohesion. يعني الباراجراف كما قلنا ماشي هي مجرد فقط عرائض, يعني جمل وحده من وحده, وانما يعني كتكون وحده كامله متكامله وكيكون بينها انسجام وترابط. وباش كنحققوا هذا الانسجام هذا الترابط كنحققوه بات ويكون لينكين ووردز. اوكي, لينكين ووردز اللي كيحققوا لنا هذا الكوهيجن. سو هاد الفقره الموليه ان شاء الله غادي نشوفوا شكون هي كوهيجن. اوكي, اللي هي كنهضروا على الانسجام والترابط بين جمل ديال الباراجراف بحيث انك تكون سموث ترانزيشن فروم وان سنتنس وان ايديا تو انذر, اند ذيس از وات وي جوينج تو سي ان ذيس سكند بارت ذيس ثيرد بارت. اوكي, so what do we mean by cohesion? Cohesion هنا هو التناسق والتنسجام ديال اللي كيوقع بين الجمل ديال هذيك الباراجراف. Okay? Cohesion is the smooth transition of sentences from one idea to another. بمعنى شنو هي cohesion؟ هي the smooth transition, يعني كيكون واحد انتقال سلس ديال الجمل اللي كاينه في هذيك الباراجراف from one idea to another. بمعنى وانا كنهضر ما كيحسش هذاك القارئ انني كنعطيه فقط جمل, يعني كيفاش نعبروا عليها, جمل يعني اللي ما مرتبطاش فيما بينها. اوكي, it involves tying together new information with old information. بمعنى tying together يعني كنربطو, to tie something يعني عندك مثلا خيط كتربطو, the verb to tie sorry the verb to tie, and tying is the gerund. Okay, it involves tying together يعني كنربطو new information يعني واحد المعلومة جديدة مع واحد المعلومة اللي هي قديمة. اوكي, بحال هكا الا قلت لك الصباح اش كنت كت يعني الروتين اليومي ديال الانسان حيت كيف ملي كيفيق حتى كينعس. So you say first I get up at 6 o'clock, كنفيق مع 6. Second I take a shower, I brush my teeth, then I have my breakfast. شوفوا شحال من كلمة استعملت باش كنربط بين شنو كندير الاول وشنو كندير الثاني الى اخره. هذا فقط مثال. So we can have the فكرة الأولى مع الفكرة الثانية, أو الفكرة القديمة مع الفكرة الجديدة. It is achieved. هنا السؤال هو كيفاش كتحقق لنا هذه الكوهيجن. It is achieved. Achieved يعني تحقق. By good use of cohesive devices or what we call linking words. يعني كتحقق باستعمال جيد, الاستعمال الجيد ديال linking words اللي عندنا الروابط. بمعنى آخر ضروري يكون عندنا روابط, ولكن ما نديروش شرطين بزاف حتى كنلقى بين جمله وجمله كاينين ثلاثه ديال الروابط. ولا لا, كتكون فقط وين نيسيسيري, حيت يكون بالضروره نستعمل هاد لينكين ووردز وات وي كول اوسو كوهيزيف ديفايسز. اوكي, شكون هما كوهيزيف ديفايسز ولا لينكين ووردز؟ هما ووردز اور فريزز, يعني كلمات اور فريزز يوز تو تستعمل لي اش تو اد, حيت كنبغيو نضيفو. مثلا اش كندير الصباح؟ كنفيق, كندوش, كنحك سناني, وايضا كناول الفطور ديالي. مثلا هذيك to add we need an expression to like and or moreover and so on.
also to contrast it كتقول الحاجه وتقول او تبغي تقول الضد ديالها to give an example it puts at the واحد المثال to express purpose it بغيت تعبر على الهدف purpose to conclude الى بغيت نختم ايضا كنحتاج واحد الكلمه and so on and so forth okay هادو ممكن تطبق لهم بوحدهم في درس خاص ممكن انهم طوال وصعيب ندرجوهم في هذا الفيديو غيكون اطول بزاف شنو اذا الغايه ديال هذا الاستعمال ديال linking words or cohesive devices in order to make as we said in the beginning at the beginning to make a smooth transition باش كنخلقوا واحد انتقال سلس من فكره لفكره ولا in the paragraph ولا from one paragraph to another in is and an essay بمعنى حيت كنهضروا ايضا على المقاله كيكون فيها ثلاثه ديال لي باراجراف باش كننتقلوا من باراجراف لباراجراف ايضا كنحتاجوا كوهيجن ولا كوهيزيف ديفايسز اللي كيوز اللي كيخليو هذا الانتقال ديالنا سلس ما كيحسش القارئ ان انتقلنا لموضوع مختلف على الموضوع اللي كنا كنهضروا عليه اوكي سو ذيس از بريفلي وات وي مين باي كوهيجن اوكي The final part, الأخير جزء عندنا في الباراجراف غادي يكون على شنو خصني ناخذ بعين الاعتبار في كتابة الباراجراف، نفرض أنا كتبت الباراجراف ديالي وساليت، شنو خصني ندير في التالي قبل ما نسلم هذيك الباراجراف للأستاذ ديالي أو في الامتحان إن شاء الله باش نتفادى نوقع في أخطاء أو نوقع في أشياء اللي تقدر تخلي هذيك النقطة ديالي أقل أو إلا كنت هذيك الباراجراف غادي نشرها ما يكونش عليها إقبال لأنها مكتوباش بشكل واضح إذا هذا هو اللي غادي نشوفوه في الجزء الأخير ديالنا في هذا الدرس إن شاء الله كثير من المرات بعض التلاميذ كيعطي الباراجراف للأستاذ ديالو حاله أو في الفرض مثلا ما كيجيبش نقطة مزيانة كيتشكى أن الأستاذ ما حطلوش نقطة اللي كان كينتظر ويقدر يكون السبب أنه ما خداش بعين الاعتبار هذا الشيء هذا ممكن يكتب مثلا أفكار زوينة ولكن ما كافيش باش نسميو هذيك الباراغراف a good paragraph okay so what I should take into account شنو هي الاشياء اللي خصني ناخذ بعين الاعتبار اول حاجه حيت نكتب الباراغراف ديالي خصها تكون عندي واحد التشيك ليست اللي كنسول راسي نمبر 1 واش هذيك الفاز ديالي contain no grammar mistakes ما فيهوش يعني اخطاء في الاملاء يعني are they written correctly grammatically speaking okay that's number 1 مثلا ملي كنهضر على the internet وقلت the internet have lots of advantages so the internet is third person singular so نقولو has this is a mistake ولا نقول there is too many reasons why people or girls drop out of school there is which is singular and too many reasons which is plural اذا هنا عندي مشكل خصني ندير are and so on إذا أي مشكلة عندنا في الجرامر خصني نوضح بالي ما خصش يكون وأنا كنكتب باراجراف ثاني حاجة هي spelling كنكتبو به الأورتوغراف ولا الإملاء الكلمات اللي كتبت الجمل اللي كتبت واش ما كيحتويش على كلمات خاطئين في spelling في الإملاء مثلا شك في واحد الكلمة نقدر نكون كنكتبها خاطئة ما نكتبهاش نكتب ليكيفالون ديالها باش نتفادى هذيك الأخطاء في الإملاء لأن الأستاذ هو كيصحح كتكون عنده هاد التشيك ليست ويشوف واش احترمتي مثلا the form of the paragraph we're going to see that as also واش احترمتي grammar واش احترمتي spelling and so on also number 3 capitalization كتبدو بها الماجسكول والمينيسكول so M majuscule which is capital M and this is lower case or minuscule هذه أول مرة قريناها في مثلا في المدارس العمومية ديالنا في الثالثة إعدادي يعني ما مقبولاش منك انت في التلميذ ديال الباك بعد اربع سنين ديال الدراسه وتبقى دير يعني اخطاء في الكابيتاليزيشن لان المفروض قريتها في الثالثه الاعدادي في الجيت المشترك في الاولى باك المفروض ديرها تكون ضغطتي اوكي سو اذا نعرف شنو عملت فيها بس نشوف نشوفوا الاشياء اللي خصنا نكتبها او ماجوسكول نكتبها او ماجوسكول لان في الاصل كنكتبوا بمينيسكول اللهم إذا كان for example days of the week, months, proper nouns, أسماء العالم إلى آخره. Also punctuation. Punctuation هي علامة الترقيم. For example, full stop, comma, question mark, and so on. Okay? إذا حتى هذا مهم جدا لأن المعنى أحيانا ما كيكملش وكنبقى ندير مثلا full stop أو مثلا كمل المعنى وكتلقى ثلاثة جمل أربعة جمل ما بيناتهم حتى شي حاجة لا فاصلة لا نقطة
وكيتخلق هذاك اللي كيقرا. اوكي سو نرجعوا الان ونضبطوا الاستعمال ديالنا ديال punctuation. And finally the form, so this is number 4 and this is number 5, the form of the paragraph. In عقدتو قلنا الparagraph فيها only one indentation, بمعنى ما منطقش ان كلامه صحيح يلقى فيها ثلاثه او اربعه. No. Okay, so there is only one. اذا كنت باغي تطول اذا ما كنرجعش نصبر كنخلي just one indentation. Remember indentation, la linea. Okay, so this is briefly the parent. Bon, paragraph تخدم فيها مكتوبه. Okay, ولكن بالنسبه للمستوى ديالنا في الثالثه اعدادي او بلوتو الثانية بكالوريا أو الأولى بكالوريا، إلى ضبطنا هادشي في الخير والبركة and it guarantees that you get a good mark إن شاء الله. Okay, so نصيحة أخيرة، ما نخليوش هادشي نظري. عرفنا شكون هما the components of the paragraph، عرفنا التعريف ديال الparagraph، شفنا مثلا هاد الحلقة اللي هي حلقة يعني تطبيقية أو درس تطبيقي، وغادي نخلي لكم في ديسكريبسيون يعني في الباراجراف اللي بغي يكوبيها، ولكن نحاولوا نديروا بحالها. النصيحة الأخيرة هي أن حاولوا تاخذوا موضوع من اختياركم، إما موضوع بحال كيما شفنا أو موضوع من اختياركم، وحاولوا تكتبوا بزاف، عطوا الأساتذة ديالكم يصحوا لكم، شوفوا دي باراجراف مثلا تقدروا تلقاو في قنوات أخرى من أساتذة أخرين اللي دايرين وتطرقوا لهذا الموضوع كيفاش تطرقوا ليه، على اساس ان شاء الله نجي امتحان الوطن حتى نكون ان شاء الله جاهزين. اوكي سو ذاتس ات فور توداي، ثانك يو فور يور اتنشن اند سي يو ان شاء الله نيكست تايم. السلام عليكم.